فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المنتجمة حاليا عمر 3 سنوات فأكثر على بركة الله تعالى في الشوط الرابع على مسافة 1800 متر على جائزة مسعود المبروك رحمه الله من أهالي الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراء الخيل التي لم تربح. الكل يحاول أن يخرج من هذه الفئة فئة الخيل التي لم تربح عمر 3 سنوات فأكثر المحاولات مستمرة من ريمة حائل في المقدمة الآن مع محاولات كذلك للدخول من بقية الجياد المشاركة في هذا الشوط والتنافس المثير على أشدة والمحاولات مستمرة لخطف المركز الأول في هذا الشوط والتقدم وكذلك التقدم بفوز واحد والابتعاد عن هذه الفئة فئات الخيل التي لم تربح. القعقاع لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط يتقدم الجياد المشاركة في هذا الشوط مع الاقتراب من المنعطف قبل الأخير مع محاولات كذلك من بقية الجياد. سارونة تحاول من الخارج ومن الداخل الآن منعم يحاول أن يخطف المركز الثاني خطف المركز الثاني ويحاول أيضا أن يتقدم للمركز الأول مع الاقتراب من المنعطف الأخير في هذا الشوط الشوط الرابع. القعقاع ابن التسق يتقدم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم كريستوفر دي كارلو والقعقاع في المقدمة بكل قوة مع محاولات من منعم الآن بقيادة عبد الله سليمان العظيم. القعقاع ومنعم القعقاع يحافظ على المركز الأول. القعقاع